بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم النموذج رقم 3 في مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، بعد ما درنا مجموعة من النماذج اللي كيخصوا المستوى الخامس، كذلك المستوى السادس في جميع المواد، اللغة الفرنسية، النشاط العلمي، الرياضيات إلى غير ذلك. اليوم وصلنا للنموذج رقم 3، مادة النشاط العلمي بالنسبة المستوى السادس. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناه ديالي، كنرحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. بالنسبه للمتتبعين الاوفياء كنزيد نقول لكم زيدوا بارطاجي وزيدوا تعاونوا مع القناه باش يوليو فيها اكبر عدد من المتتبعين واكبر عدد من المستفيدين ان شاء الله، حيث الغرض ديالي هو افاده التلاميذ والتلميذات وليس الربح. هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. إذن كما قلت لكم غادي نديروا النموذج رقم 3 بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي في مادة النشاط العلمي. إذن هنا عندنا 4 ديال الأنشطة غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم، أنشطة سهلة جدا. إذن نبداو بالنشاط رقم 1 عليه نقطة ونصف. إذن السؤال هو أتمم الجملة باستعمال العبارات التالية. إذن عندي 3 ديال العبارة و3 ديال الفراغات، الرحم، البويضة، بيضة. إذن هنايا عندي 3 ديال الفراغات كما قلت لكم، تخصب شي حاجة بحيوان منوي واحد لتصير كذا، تنمو بانقسامات وتثبت في جدار شي حاجة، إنها عملية التعشيش. إذا هنايا تخصب ماذا بحيوان منوي واحد؟ إذا تخصب البويضة. البويضة، صافي، البويضة هي اللي كتخصب بحيوان منوي واحد لتصير بيضة، صافي، وكتولي بيضة لتصير بيضة. مشات البويضة، مشات بقات الرحم، تنمو بانقسامات وتثبت في جدار الرحم، صافي، كتلصق في جدار الرحم. هاد العملية كتسمى عملية التعشيش، هذا عند التوالد عند الإنسان. إذا تخصب البويضة بحيوان منوي واحد لتصير بيضة، كتولي بيضة. هاد البيضة تنمو بانقسامات، تنمو مجموعة من الانقسامات، وتثبت في جدار الرحم، إنها عملية التعشيش، مفهوم؟ غادي ندوزو الآن لنشاط رقم 2، انتبهوا معايا، نشاط رقم 2 سهل، إذا عليه 4 ديال النقاط، فيه جوج ديال الأسئلة. أتمم الجدول من خلال تحقيق التوازنات. إذا خصنا نحقق واحد التوازنات. إذا عندي 4 ديال التوازنات هنا، عندي الكتلة MA مسافة OA، الكتلة MB مسافة OB. هنا غادي نديرو حاصل ضرب MA في OA، حاصل ضرب MB في OB، مزيان. إذا خصنا نحققو ديك التوازن، التوازن ما بين الكتلة A والمسافة OA، والكتلة B والمسافة OB. إذا عندي في الكتلة A 20 غرام، وفي المسافة OA 5 سنتيمتر، 20 في 5 كم يساوي؟ كيساوي 100. إذا حاصل ضرب MA في OA هي 100، هي 100. دابا هنايا باش يكون عندي التوازن تا هنا خصني نحصل على 100. إذا 10 في كم سأضربها؟ إذا ما هي المسافة التي ستوافق هذه الكتلة باش نحصل على 100 هنا؟ هي 10، 10 سنتيمتر، 10 في 10 100، صافي. إذا هنا التوازن واحد، عندي التوازن هنا. بالنسبة للتوازن 2، هنا عندي في الكتلة 20 غرام، وفي المسافة أو أ عندي 10 سنتيمتر. هنا الكتلة إم بي ما عنديش، ولكن عندي المسافة أو بي 5 سنتيمتر. الآن غادي نضرب 10 في 20، 10 في 20 تساوي 200، صافي، إذا تساوي 200. ها هي، إذا هنايا 5 باش نضربها في شي عدد ويعطيني 200، في كم سأضرب 5 لكي أحصل على 200؟ إذا 5 في 20 تساوي 100، 5 في 40، إذا هنا 40 غرام، 40 غرام. إذا حاصل MB في OB 20، أو بيان 5 في 40 تساوي 200، صافي، تساوي 200. إذا هنايا عندي التوازن في هذا السطر الثاني. هنا التوازن رقم 3، التوازن رقم 3 عندنا في الكتلة 20 غرام، وفي المسافة 25 غرام. بالنسبة للكتلة MB عندنا 15 غرام، والمسافة ما عندناش. دابا غادي نحاولوا نضربوا 20 في 25 سنتيمتر، دونك 20 في 25 سنتيمتر هي 500، صافي، هاي 500، لأن جوج في 25 هي 50، 50 نزيدو لها صفر هي 500. 500، هنا 15 غرام، دونك هنا 15 نورمالمون خصها تكون عندي 10 غرام ماشي 15، 10 غرام. إذا 10 غرام غنضربها فين باش تعطيني 500؟ إذا 10 غنضربها في 50، صافي، إذا 50 سنتيمتر هنا غادي تكون، سي بيان، دونك 50 سنتيمتر مضروبة في 10 غتعطيني 500،
مزيان. بالنسبة للتوازن رقم 4 عندي 20 في الكتلة MA، والمسافة OA ما عنديش، وفي الكتلة كذلك الثانية عندي 10 غرام والمسافة ما عنديش. إذا ندير أي مسافة، إذا أنت المسافة غادي تكون بحال بحال هنايا صافي، ندير مثلا 10 سنتيمتر، هنا 10 سنتيمتر، إذا 10 في 20 كتساوي 200، ها هي، وهنا 10 في 20 كتساوي 200، إذا هنايا محقق ليا التوازن صافي. ندوزو السؤال الموالي، أستنتج قانون الرافعة. إذا غنستنتجو شنو هو القانون ديال الرافعة، قبل ما نستنتجو غندير واحد التعريف. إذا الرافعة، الرافعة هي شنو هي؟ هي آلة بسيطة بسيطة تمكننا من رفع الأجسام دون عناء كبير وفق القانون التالي. وفق القانون التالي، القانون غنجبدوه من الفوق، الضرب ديال هذا في هذا كيساوي هذا صافي. لأن الكتلة ديال A مضروبة في المسافة أو A كتساوي الكتلة B مضروبة في المسافة أو B صافي. المسافة أو B ستكون هكا، هنا A، دونك هذا هو القانون ديال الرافعة، كنسميوه القانون ديال الرافعة. إلا قالكم الأستاذ في الفرض مثلا شنو هو قانون الرافعة، تكتب له هذه الكتلة A مضروبة في المسافة أو A كتساوي الكتلة B مضروبة في المسافة أو B. ندوزو الآن النشاط رقم 3. نشاط رقم 3، أجب بصحيح أو خطأ. صافي، أجب بصحيح أو خطأ. إذا غنجاوبو بصحيح إذا كانت العبارة صحيحة، وغادي نجاوبو خطأ إذا كانت العبارة خاطئة. إذا عندي 3 ديال العبارات، تحدث الإباضة قبل فترة الطمس. إذا أول حاجة خصنا نعرفو شنو هي الطمس. إذا الطمس هي واحد الفترة كتبدأ من اليوم الأول من الحيض وتدوم حوالي 5 أيام. صافي، إذا هنايا الإجابة الصحيحة هي أنه هذه الإباضة كتحدث بعد فترة الطمس صافي، يعني وبالضبط في فترة الخصوبة. إذا هنايا هذه عبارة خاطئة، خطأ. تخصب البويضة في الرحم. إذا واش في نظركم البويضة كتخصب في الرحم؟ لا، إذا خطأ، البويضة كتخصب في قناة المبيض صافي. تتكون أعضاء الجنين كاملة في نهاية الشهر الخامس، صحيح. إذا في نهاية ديال الشهر الخامس كيكون الطفل ولا الجنين كيكون مكتمل الأعضاء صافي، مكتمل الأعضاء. ندوزو الآن النشاط الأخير، النشاط الرابع، ترجم الكلمات التالية. إذا غادي نترجمو هاد الكلمات. أكوشمون، لاكوشمون هي الولادة، أكوشمون هي ولادة، ولادة. مولد سي جينيراتور، لو جينيراتور، جينيراتور صافي. امبريون اللي هو جنين، جنين صافي، امبريون هو جنين. دونك بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص ماده النشاط العلمي النموذج رقم 3. اللي باقي ما تفرجش في النماذج الاخرى كاينين لي ليان ديالهم في الديسكريبسيون، يتفرج شويه عليه الفيديو كامل وغادي يستافد انا متاكد، وان شاء الله باذن الله غادي يشكرني على هذه الخدمه التي اقدم، التي لا ابتغي منها الربح بل ابتغي الافاده والاستفاده ان شاء الله. اللهم يسر ولا تعسر، وفقكم الله. تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، أشكركم على الدعم والمساندة. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.